السلام عليكم، معكم المستشار الجامعي مولاي حفيظ الحامدي عن فريق المعارضة بجامعة تنجداد. دخلنا اليوم باش نديرو الدورة العادية ديال ماي، ومع الأسف كما العادة طرحنا للرئيس أنه نقص المستجدات اللي كاينة في جامعة تنجداد بين الدورات، واللي هي الحكم القضائي ديال محمد شملال الكاتب العام لجامعة تنجداد اللي اكتسب قوة الشيء المقضي به وتم التصويت عليه في المجلس الجامعي على اساس تلقى الدفعه الاولى اللي هي 40 مليون في الدفعه الاولى. ومع الاسف الرئيس امتنع عن تنفيذ الحكم اللي نتفاجأ انه دار لنا الغرامه التهديديه بالنسبه لجامعه تنجداد، وغادي يكلف الجامعه 40 الف ريال لكل يوم تاخير. وكان مستجد اخر هو اشتغال الموظفين والاعوال العرضيين واستخدام اللوجيستيك بمنتزه 30 يوليوز اللي عاد تسلمته الجامعه تسليم نهائي. ورغم ذلك كان كيخدم الاعوال العرضيين وخدا الغطاء النباتي وكل شيء على ظهر الجامعه، وكانت وسالناها شنو دار هذا المقاول باش ياخذ 170 مليون. وكان مستجد اخر هو الصراع بينه وبين الموظفين في جامعة تنجداد على اثر احتلال الملك العمومي. وفي هذا الاطار تفاجأنا بانه تم ادراج نقطة في الدورة كتعلق بتقديم الملك العمومي للريزو باش يتدار فيه الريزو ديال في المنتزه ديال 11 يناير، وما عطاناش حتى شي وثيقه بعدها خص يكون واحد الترخيص من عند الولايه عادي درجه في النقطه. انا الشيء اللي كنعرف في القانون، والدوله التوجه ديالها هو انه خص يتم تحرير الملك العمومي، فاذا به نتفاجأ. وخلي عليك الاضرار اللي يمكن يكون بالنسبه للريزو في المجال الحضري وحده الساكنه، من تلوث، من اضرار، من سرطان بالنسبه لذاك الريزو. احنا هذا وغياب التواصل بعد مع الاغلبيه في المجلس الجماعي، يعني واحد الرئيس كيدير داكشي اللي بغى في هذه الدوره. ناقشنا معاه وبدا كيقول لك بان وكيفرض علينا اننا نناقشوا جدول الاعمال. احنا مستعدين نناقشوا جدول الاعمال، ولكن خصنا نهضروا في المصلحه العامه والمستجدات اللي كتعنى بها المصلحه العامه. راه ان تكلف الميزانيه ديال الجامعه 72 مليون في سنويا بالنسبه للقضيه ديال شملال راه مستجد وفيه الاضرار بالمصلحه العامه ديال جامعه تنجداد، والهضر ديال المال العام بالنسبه لجامعه تنجداد لا يعقل انه يدوز مرور الكرام. والاحتلال الملك العمومي راه لا يعقل بدا يتدار الاحتلال الملك العمومي، وعلى هذا الاساس وقعوا الاحتجاجات ديال الموظفين، خصوصا واحد التقني تما في الجامعه باش تضطر يتضامن مع الموظفين. يعني نايضه الفوضى في الجامعه. حنا ضد الفوضى وحنا مع القانون، ولكن خص الامور يدوزوا بواحد المنطق اللي يخدم المصلحه العامه ديال تنجداد. للاسف انسحبنا من الدوره بسبب استفزاز الرئيس المستشار، حتى شي قابليه للانصات للمعارضه لهذا. ولكن حنا كفريق معارضه غادي نلجؤوا للوسائل التي يخول لنا القانون باش نفرضوا الراي ديالنا، سواء مع المجتمع، سواء مع الساكنه، ولا في وسائل التواصل الاجتماعي. وشكرا للصحه الرئيسيه على اهتمامها بالشان، والمجتمع المدني اللي مهتم بالشان المحلي. وغادي نوافيكم جميع المستجدات من خلال المقالات والامور اللي كتعلق بالمصلحه العامه لتنجداد. والسلام عليكم.